كانت ندوة شارك فيها السي بن الشيخ والسي بوز أحمد وشاركت معهم معهما، فكانت هناك عروض أوليات ثم كان هناك نقاش من طرف الحاضرين في الرواق وكان هناك تفاعل. في هذا الإطار تمت مناقشة قضية المرجعية، هل المرجعية الحقوقية الكونية يجب أن تراعي الخصوصية أم لا؟ كان هناك نقاش وخلصنا إلى أن المرجعية الكونية هي تحدد مكانة الخصوصية ضمنها، فليست الخصوصية هي من تحدد مكانتها، ولكن المرجعية الكونية تحدد مسبقا المجالات التي يمكن أن نراعي فيها الخصوصية، ولكن بقيود معينة وضعتها المرجعية الكونية. دونك والاتفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية ومصادقة على هذه المنهجية. وفيما يتعلق بالفعلية ناقشنا المشاكل دائما المثارة خاصة في البلدان التي لم تستكمل انتقالها الديمقراطي، المشاكل المتعلقة بأحيانا القوانين تكون جيدة ولكن تطبيقها لا يعكس ولا يترجم تلك الجودة التي تظهر بها لأول وهلة عندما تنشر، وبعض التناقضات في تطبيق قوانين، فنطبق قانون الصحافة ونطبق قانون الجنائي أحيانا على نفس الوقائع، نظام التصريح الذي يعمل به في مجال تأسيس الجمعيات تحول عمليا أحيانا إلى نظام ترخيص، ولاحظنا هنا تجارب قدمت لعدة مناطق لوحظ أن هناك اختلاف في تعامل السلطات العمومية من منطقة إلى أخرى في نفس البلد، وهذه مفارقات يجب أن يضع حد لها وأن نوسع دائرة الحوار الوطني وأن نسمح بتجويد الحوار من خلال طبعا يعني ندوات سياسية مفتوحة في وسائل إعلام وسائل إعلام السمعية البصرية الرسمية نفسها خصها تشجع على تجويد الحوار ونقاش في كل شيء، وهذا ليس بعزيز على المغاربة لأنه في زمن 2011 رأينا يعني مستوى من النقاش العمومي داخل وسائل الإعلام العمومية كان مستوى من النقاش مهم جدا وأتاح لنا فرصة الاستفادة الكبيرة مما قيل. اليوم أنا هنا للمشاركة في ندوة حقوقية منظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول واقع الحريات العامة. طبعا كما كتعرفوا بأن هذا الموضوع يعتبر في الصلب ديال الدولة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الحريات، وسيكون هناك نقاش أولا حول قانون الجمعيات وعلى قانون التجمعات والإشكالات التي تعرفها، خاصة أن هناك إشكالات كبرى فيما يتعلق بتنفيذ ديال القانون ديال الجمعيات والتجمعات، وهناك قراءات متعددة ومزاجية خطيرة جدا فيما يتعلق بمنح خاصة تراخيص الجمعيات وفض التجمعات. ثم سيكون هناك نقاش كذلك حول حرية الرأي والتعبير والحق الولوج إلى المعلومة التي تعتبر توأمان، وتنشوفوا بأن هناك أحكام قضائية تطال العديد من المدونين لمجرد التفكير على الآراء ديالهم. طبعا هناك تجاوزات من بعض المدونين وبعض الصحفيين، كذا لا يمكن أن يعطي أي مبرر لتطبيق القانون الجنائي اللي فيه عقوبات حبسية نافذة عوض تطبيق قانون الصحافة. بالتالي غادي تكون الفرصة اليوم لتبادل الرأي والنقاش أولا بين الحاضرين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الخروج بتوصيات تجويد قانون الجمعيات والتجمعات وتمنع اعتقال الصحفيين لمجرد التعبير على آرائهم. هذا النقاش سينصب اليوم حول الحريات العامة في المغرب بين المرجعيات والقضية ديال التفعيل. طبعا مطروح جوج ديال الأسئلة أساسية. هذا السؤال المتعلق بالكونية والخصوصية،
وإلى أي درجة هناك افتراض ديال وجود مثل هذا التعارض بين الخصوصية الثقافية والدينية والمحلية وبين البعد الكوني والتصور ديال حقوق الإنسان كمنتج عالمي كمنتج إنساني؟ والمسألة الثانية كتهم هاد السؤال المتعلق بالمستجدات المعيارية والقانونية اللي حملها دستور 2011 فيما يتعلق بالحقوق والحريات بشكل عام وإلى أي درجة تم ترجمتها على مستوى الواقع، سواء من خلال التفعيل التشريعي أي النصوص القانونية التي صدرت على البرلمان أو في واقع الممارسة. فلذلك النقاش في هاد الجلسة اليوم كيحاول ما أمكن يلمس هاد الجوانب. ثم مطروحة واحد الإشكالية أخرى مرتبطة بهاد التحولات ديال العالم الرقمي والتكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي والتحديات اللي طرحتها على مستوى القانون. إلى أي حد يمكن للقانون أن يواكب هاد التعقيدات وهاد الصعوبات وهاد التشعبات اللي طرحتها التغير ديال وسائل الاحتجاج، تغير ديال وسائل التعبير؟ هل القانون يمكن أن يؤطر كل هذه المظاهر أم القانون يمكن أن يكون مهما ولكنه غير كافي، وبالتالي يجب أن نقارب مثل هذه الجوانب ومثل هذه المستجدات وفقا لمعايير وفقا لمداخل أخرى مثل المدخل الثقافي، المدخل التوعوي، المدخل المرتبط بالتنشئة إلى غير ذلك.